السلام عليكم. عايزين تعرفوا جيش الاحتلال الإسرائيلي ايه اللي بيقدر عليه؟ ما بيقدر على الرجال ولا يقدر على المجاهدين، وإنما بيقدر فقط على الأطفال. اسمع الفيديو ده وبعد كده نعلق عليه. زي القاعدة 4 أشهر حسيت حالي جوا الغرفة لحالي ومغمى عيني منيح هيك مشدود شد. اعتقلت السلطات الإسرائيلية كريم ذو 12 عاما في الضفة الغربية. هاي كذا انكسر هذا طبعا من الضرب اللي ضربوه الجيش البارحيات في رجليهم او هم في اماكن او معهم حديد، صاروا يخبطوا في القزاز والارض. طلع هاي القزاز على الارض، هذا القزاز على الارض من الضرب اللي ضربوه. الو، يعني عنده روماتيزم الولد عشان هيك نكلكل عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بلغ عدد الاعتقالات 80 يوميا. يوميا يعتقلون 80 شخص بعد ما كان الإسرائيليين داخلين فلسطين لاجئين. الإسرائيليين دخلوا فلسطين طلبا للجوء والحماية من أهل فلسطين المسلمين، ثم بعد ذلك غدروا بهم كما هو معلوم من قتلة الأنبياء والمرسلين. أقف الآن بجانب سجن عوفر، وهو السجن الإسرائيلي الوحيد في الضفة الغربية المحتلة. أعداد المعتقلين الفلسطينيين ارتفعت لتصل إلى أكثر من 7600، بينهم أكثر من 2800 معتقل إداري بدون محاكمة، وذلك بحسب منظمات حقوقية إسرائيلية. الكلام منين يا شباب؟ الكلام من قناة بي بي سي نيوز، وهي قناة بريطانية ناطقة بالعربي في العالم، أو أكبر قناة بريطانية ناطقة بالعربي في العالم. أكيد مر معاكم الصور والفيديوهات عندما تسلموا الأسرى، عندما أفرج المسلمون بعدما أسروا مجموعة من اليهود. مر معاكم الصور والفيديوهات كيف تعامل معهم أهل الإسلام. شوف عشان تعرف سبحان ربي العظيم. وأنا لا أستبعد في الفترة القادمة، لا أستبعد إسلام عدد كبير جدا ممن كانوا في أسر المسلمين. عايز تعرف العزة والعظمة والعدل والإنصاف ستجده عند أهل الإسلام. شايف الأسرى عندما خرجوا من المسلمين، الصور والفيديوهات مالية اليوتيوب، الأسرى بيسلموا عليهم كأنهم بيفتقدوهم، مع ان هم في اسر المسلمين، ومع ذلك كانوا بيفتقدوا، ما كانوش عايزين يمشوا. هل شفت حد فيهم انضرب؟ حد فيهم اساء اليه؟ حد فيهم اهانوا المسلمين؟ لا. ربنا بيقول في القران حتى عن الاسرى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. شفت عظمه الاسلام؟ أنا عارض فيديو في قناة يوتيوب، الآن هتلاقيه، الفيديو من المتحدث باسم رئيس أو متحدث باسم جيش الاحتلام الإسرائيلي، وأنا قاصد أغير الألفاظ. هذا المتحدث أنتوا عارفين كان بيقول إيه؟ كان بيقول إن هم مش هيقدروا يواجهوا المجاهدين على الأرض، فكانوا بيقصفوا المباني بمن فيها علشان خاطر في مجاهدين تحت المباني في الأنفاق، فبيضطروا يقصفوا المباني. ليه؟ لأنهم لا يقدرون على الرجال. جيش الاحتلام الإسرائيلي لا يقدر إلا على الأطفال، لا يقدر إلا، ما بيوريش رجولته إلا على الأطفال، إنما على المجاهدين بيكون زي ابن خنزير، أحفاد القردة والخنازير. والبعض قد يظن إن جيش الاحتلام الإسرائيلي لما بيتشطر على الأطفال يقول لك ده عمل فردي أو عمل شخصي. لا، ده وحي وأمر دين، أمر دينهم وأمر ربهم وعقيمتهم، لأن الحرب الإسرائيلية هي حرب عقيدة، هي حرب عن عقيدة عن إيمان، وإحنا عندنا المسلمين كله نايم، وهي حرب عقيدة، يحاربوننا بدينهم في ديننا وكله نايم وكله واخد وضعية الله. ده كتابهم المدعو مقدس، سفر حزقيال اللي بيؤمن به اليهود والنصارى. حزقيال 9:6: يأمر ربهم فيقول الشيخ والشاب والعذراء والطفل
والطفل والنساء اقتلوا للهلاك، اقتلوا للهلاك. إنما رسولنا عليه الصلاة والسلام عندما أرسل الجيوش قال ولا تقتلوا وليدا، وفي روايات ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا في صومعته. شفت الفرق بين الإسلام والمسلمين وأعداء الإسلام، أيا كان على مللهم وأيا كان على طوائفهم وألوانهم، عندك عظمة الإسلام حتى لو محارب، حتى لو شوف حتى لو محارب. اسمع ربنا بيقول في القرآن إيه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. عظيم، عظيم هو الإسلام، عظيم هو الإسلام. وأقصد بمحارب هنا يعني أقصد محارب وجي استجيرك، مش محارب رفع في وشك السيف لا أو السلاح، لا أقصد جي استجيرك، بتستجير وبتوصلوا الأرض وبتوصلوا البيت وآمن مطمئن، زي ما حصل مع أسرى اليهود وزي ما حصل مع أسرى الإسرائيليين بعدما أطلقهم المسلمون وأرجعوهم إلى أهليهم. طب أنت تعرف أعداء الإسلام عندما يهيجوا على قتل الأطفال بالأخص والإبادات الجماعية اللي ما بتحصلش إلا من المؤمنين بهذا الكتاب سواء يهود أو نصارى، شوف الحروب بحاكم التفتيش وشوف الحروب الصليبية اللي حصلت، جابوا الكلام ده منين؟ جابوه من سفر يشوع 11 عدد 20. يا جماعة كلام دين، بيفعلوا هذا الأمر فعل دين، أمر دين مش اختراع. عندهم النص يقول لأنه كان من قبل الرب، الرب اللي هو يسوع قبل التجسد، الرب أن يشدد قلوبهم حتى يلاقوا إسرائيل للمحاربة فيحرموا فلا تكون عليهم رأفة، ركز دي، بل يبادون. لما تسمع لفظ الإبادة الجماعية لن تجده في أي كتاب على وجه الأرض إلا الكتاب الذي يؤمن به زكريا بولس واليهود، بل يبادون كما أمر الرب موسى. حرب دين ولا مش دين؟ حرب عقيدة ولا مش عقيدة؟ وانت كمسلم واسمك مسلم ترفع راسك فوق كده وتعتقد اعتقاد جازم أنك من أفضل أهل الأرض بأن من الله عليك بهذا الدين الذي شهد بفضله وعظمته الأعداء قبل المسلمين. أكبر بابا في العرب أبوهم شنودة، اسمع عندما يعترف بعظمة وقوة هذا الدين المرسل من رب العالمين وأخلاقه حتى في الحرب وحتى مع أعداء الإسلام. إحنا المسلمين بفضل الله علينا عندنا الإسلام دين العزة والإحسان والعدل والإنصاف. اسمع أكبر راس مسيحي في العالم في العرب بيقول إيه على الإسلام، أريد أن أذكر أن الإسلام في جوهره وفي روحه وفي أساسه يعامل غير المسلمين معاملة طيبة. نذكر من هذا الميثاق الذي أعطي لنصارى نجران والميثاق الذي أعطي لقبيلة تغلب والوصية التي قدمها الخليفة الإمام عمر بن الخطاب قبل موته ووصية الخليفة أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد والميثاق الذي أعطاه خالد بن الوليد لأهل دمشق والميثاق الذي أعطاه عمرو بن العاص لأقباط مصر. وأذكر أيضا كل دي مواثيق يعني عهود يعني حفظ لهم ولأرضهم ولعرضهم ولأموالهم يا راجل، ولا جبر لهم في الدين ولا غطف لأطفالهم كما يفعل أبناء الكردة من الجيش الإسرائيلي. العبارة الإسلامية الجميلة استوصوا بالقسط خيرا، اسمع اسمع، فإن لنا فيهم نسبا ورحما. وأذكر أيضا الحديث الشريف من آذى ذميا فليس منا، العهد لهم ولأبنائهم عهد أبدي لا ينقض.
اسمع سماحة الإسلام. وأذكر أيضا في سماحة الإسلام ذلك الشرع الجميل الذي يقول: وإن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون. وهكذا أعطى الإسلام حرية الدين لغير المسلمين. إيه؟ وإن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون. وهكذا إيه؟ وهكذا أعطى الإسلام حرية الدين لغير المسلمين. سمعين؟ أذكر أيضا في سماحة الإسلام حفظه في عهوده ومواثيقه للمسيحيين في كنائسهم وصوامعهم ورهباناتهم وأملاكهم وأرواحهم وكل شيء. وأذكر أن عمرو بن العاص عندما أتى إلى مصر كان بطريرك مصر البابا بنيامين البطريرك 38 كان مختفيا في أرجاء مصر من إخوته المسيحيين المختلفين عنه في الإيمان 13 عاما لم يجلس على كرسيه. فلما أتى عمرو بن العاص أمنه على نفسه وعلى كنائسه، والكنائس التي أخذها منه الروم أرجعها إليه عمرو بن العاص، بل ساعده أيضا. تخيلوا عمرو بن العاص رضي الله عنه والمسلمين وأخلاق الإسلام، مش بس حفظت عليهم، ده حتى حماهم منهم فيهم. كان النصارى الروم والكاثوليك بيقتلوا في الأرثوذكس، الذي أنقذهم كان الإسلام. شفت عظمة الإسلام وعظمة قوة هذا الدين المنصف العادل الرحيم الذي يعلم بحق الإنسانية، مش ولاد. من الذي جعل أبناء دين المحبة والإخرائيليين يعملوا كده؟ تقدر تقول لي إيه اللي عمل كده؟ كتابهم المقدس. ما الذي محاكم التفتيش؟ كتابهم المقدس. الحروب الصليبية كتابهم المقدس. ما بيخرجوش من عندهم. ما هو الشخص من نفسه مش هيعمل له دين ويروح يدافع عنه، مش هيخترع له شريعة ويروح يدافع عنها. هذا اللقاء اكتبوا على اليوتيوب حالا، هتلاقوه في كل قنوات النصارى، كلام الأنبا شنودة أمام السادات، واسمع بنفسك حتى يوصلك كل جديد، وتشاهد وتستفيد. اعمل ما في الفيديو القادم، والله المستعان. ولا تنسونا من صالح دعائكم قناة وصفحة محمد نصيف المحاور للرد على المنصرين المتطاولين الفشلة المتطاولين على الإسلام مما يعتقدوهم. دي القناة الجديدة يا شباب، بعد ما اتقفلت القناة التانية بسبب ولاد دين المحبة، فدي فرصة جديدة عشان يوصلك كل جديد هيترفع على القناة الجديدة. تعمل اشتراك، لازم تعمل اشتراك، تعمل تفعيل الجرس للكل، كده هيوصلك كل جديد في قناة اليوتيوب. كذلك الصفحة بتعمل اعجبني، وبعد كده بتعمل مرة تانية اعجبني، بتختار الافتراضي، وبعد كده بتختار المحتوى قياسي والفيديو كل الإشعارات وفيديو البث المباشر كل الإشعارات، وبعد كده التحديث، كده الغالبية العظمى من الفيديوهات هيوصلك إشعارات جديدة بيها. دفعنا وبندفع للقناة القديمة، دفعنا لها أكتر من 2500 دولار وللأسف اتقفلت. فلمن أراد دعم القناة الجديدة وإعلانات القناة الجديدة ومتطلبات القناة الجديدة، لأن هندفع لها أيضا حملات إعلانية ممكن ب2000 دولار، فمن أراد المساهمة في ذلك أدي رابط البيبال وادي رابط الباتريون، هنلاقيه هنا في رابط اضافية لمن اراد دعم القناة ومتطلبات القناة في البيبال والباتريون. شارك الفيديو مع اصدقائك المهتمين، ولا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم، سلام الله عليكم ورحمته.